أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بفقرة أخبار عنا. لما نذكر اسم بيير صادق منفكر بحرية الرأي والتعبير بواسطة فن الكاريكاتير السياسي. رح أخبركن شوي عن رحلة بيير صادق الفنية اللي بلشت من 45 سنة، بس بحب أذكر بالبداية أنه بيير صادق ولد بزحلة سنة 1938 وعاش مع أهله بمنطقة الحازمية. بعمر 5 سنين برز عنده حب للرسم، فكان يتهرب من الدرس ويتخبى تحت التخت ليرسم، وكل مرة تشوفه والدته عم يرسم كانت تقله خيك رح يتخرج من أكسفورد وانت رح تبقى محلك. لما سئل كيف توصل يكون رسام كاريكاتير، رد بيير صادق انه الاهل دايما كان بدهم ولادهم يفوتوا بمجال الطب، الهندسة او المحاماة، بس ما لاحظوا فيه الحماس الكافي لهيك مجالات، فدخلوا المعهد التقني للتجارة ليتعلم المحاسبة واستعمال الآلة الكاتبة، بس ما كان يهمه هالمجال لأنه كان متأثر كتير بفن الرسم. فانتقل بيير صادق من بعدها إلى جامعة الألبا ليتعلم أسس الرسم وتاريخ الفن. خلال السنوات الجامعية كان أستاذه سيزار جميل يقول له أنت مش رسام، أنت شي ما عم بفهم شو. الإنسان الوحيد اللي عرف كيف يوجه موهبته كان والده عبده صادق اللي كان يرسم ويكتب كمان وكان صاحب نكتة ذكية. بالرغم من خوفه أنه يصير ابنه رسام معدم فقير، لاحظ والده موهبته ونصحه يركز على فن رسم الكاريكاتير، ومن يوم انطلق بيير صادق بهالاتجاه وبرع. وبكفي بيير صادق برد على سؤال إذا كان وصل للشهرة بسرعة، وبيقول أنه تعذب كتير حتى يحقق أهدافه. بدأ العمل بصحيفة الخواطر، ولكن ما سمح له رئيس التحرير سعيد فريحة بهديك الأيام أنه يرسم الكاريكاتير، بس كان يوكله يكتب العناوين والتعليقات مع أنه ما كان يعرف شي عن السياسة. من بعد الخواطر انتقل إلى مجلة الدبور، ومن بعدها لصحيفة الأنوار. سنة 1958 ابتدأ الشغل مع جريدة النهار، وكان مكتب الجريدة بسوق الطويل. طلب غسان تويني انه يجتمع فيه بوقت اللي كان عم يتقدم على المجال القانوني، فجمع بيير صادق اقوال غسان تويني بكتيب واقترح عليه انه يطبع كاريكاتير باخر صفحة من الجريدة. فلاقت الفكرة نجاح فايق لوقت ما صارت جريدة النهار تتوزع وتنحط على الكونتوار على قفاها، يعني اخر صفحة الكاريكاتير على الوجه. توقف بيير صادق عن العمل بجريدة النهار سنة 1975 بسبب الحرب، وأبدى شكره للجريدة اللي كانت لإله مدرسة، وبيشكر الأستاذ ميشيل أبو جودة أستاذه بالحقل السياسي اللي علمه يحلل الأخبار وقال له لما تقرأ خبر لازم تقرأ بالقلب لتفهم الحقيقة. أول وجه سياسي رسمه بيير صادق كان ألفريد داكاش رئيس الوزراء بهديك الأيام. وبعد الإعلان رح خبركن مشاهدينا شو اللي وصل بيير صادق للحبس، انطرونا. هالبرنامج عم يتقدم لكم برعاية أندريوس ميديا. مشاهدينا اليوم عم نحكي عن بيير صادق، فنان الكاريكاتير اللبناني المعروف. شو اللي أدى بيير صادق ليفوت على السجن؟ لمدة 45 سنة وقف بيير صادق بوجه كل التيارات السياسية بكل جرأة وحرية، رغم التهديدات ومحاولات الاغتيال والحبس. أما الرسمة اللي أدت لسجنه سنة 1968، مثل بيير صادق فيها مدفع الدبابة ملفوف حول خرطوم الفيل، تعبيراً عن تدخل المكتب الثاني بالحياة المدنية. ولما الحكم على قضيته ما عجب اللي حبسوه، انفصل قاضي المحكمة العسكرية وعين ملحق عسكري بلندن. في رسمة تانية بخبر عنها بيير صادق قدمها لهارولد ويلسون خلال مؤتمر للكاريكاتير العالمي، رفض يمضيها لأنه رسمه بيير صادق مع غليونه الشهير وطالع منه دخنة عم بتقول المشكلة الفلسطينية صنعت في بريطانيا. وبيقول بيير صادق عن الرقابة على فنه بلبنان أنه أكيد في كتير من رسماته ما انعرضت لأنه الجريدة عندها مصالح مالية وسياسية ما بتقدر تتجاهلها بالرغم من استقلاليتها. بقول بيير لما يكون عندي فكرة حابب ارسمها ويمنعوني عنها كانت تطلع الجريدة بلا كاريكاتير. رسوم بيير صادق نقلت بعدة صحف ومجلات ووكالات أنباء عالمية، منها تايم ماجازين، فرانسوار، واشنطن بوست، أتلس ماجازين وغيرهم، كما أنه عدة صحف عربية نشرت رسومه السياسية مثل جريدة الأنوار،
سياسة، جريدة العمل، الجمهورية، جريدة الديار، نهار العربي والدولي. بيير سادي أول من نفذ الكاريكاتور السياسي المتحرك. سنة 1986 مع افتتاح محطة الـ LBC بلش يقدم كاريكاتور متحركة كل ليلة بآخر نشرة الأخبار، وهالشي بعد ما وضعت شروط ضمن اجتماعه مع الدكتور سمير جعجع كان أولها شرط الحرية التامة في التعبير عن رأيه. وجسد بيير سادي رأيه بشخصية توما اللبناني الأصيل اللي استوحاه من أحد تلاميذ المسيح اللي ما بيصدق شي بيصير إلا ما يشوفه ويلمسه بإيده. بقى بيير صادق بالLBC 16 سنة حتى انتقل لمحطة الفيوتشر تي في من كم سنة بس. بقول بيير صادق مش بالضروري الكاريكاتير تضحك الناس، بس ياما في كاريكاتير بكت الناس، ولكن أهم شيء إنه تترك أثر عندهم. وبيردوا على سؤال عن أعماله المستقبلية، بقول بيير إنه عم يحضر مجلد بيجمع فيه كل الرسومات اللي نزلت بالجرايد والمجلات، وهيدا عمل متعب جدا ولكن رح يظهر قريبا. وعن ظهور الإعلام المتواضع بيقول أنا ما بحب أظهر مش لأنه خجول، ولكن بفضل أنه فني يسبق شخصي. وبيقول بيير صادق أنه بيعتبر حاله مبتدئ بفن الكاريكاتير رغم أنه هو يلي طور هالفن وفتح له المجال يتقدم. فبيعشق بيير صادق عمله وبيرسم بشغف بشريط النهار والفيوتشر تي في كل يوم كأنه أول يوم عمل لإله. ورداً على سؤال عن زوجته حنان قال إنه هي كل شيء بالنسبة لإله، بفضلها تمكن إنه يكفي عمله اللي كان كله صعوبة وخطر، كانت دايماً تشجعه وتتحمل العواصف اللي كانت تسببها بعد رسوماته، فهو ما بخليها تشوف الرسمات قبل ما تنشر حتى ما يشغلها بالها. وبآخر هالفكرة بذكر الجوائز اللي نالها بيير صادق خلال مسيرته الفنية، من جائزة وسام الأرز الوطني من رتبة فارس بعهد الرئيس سليمان فرنجية، جائزة الشاعر سعيد عقل نال مرتين، كما نال عدة جوائز تقدير محلية وعالمية آخرها درع ووسام أندية اللاينز العالمية. أقام بيير صادق عدة معارض بلبنان والعالم، آخر معرض لإله كان بواشنطن. من مؤلفاته كاريكاتير صادق، اضحك مع بيير صادق عالسياسيين، كلنا على الوطن وبشير. هيك بتخلص فكرة اخبارن عنا لليوم. مشاهدينا اذا في شخصية بتحبوا خبركن عنا اكتر او اي موضوع بهمكن فيكن تكتبولي على jaraz@omniatv.com. من هلأ لموعدنا الجاي سلوا منيح. باي. هالبرنامج عم بيتقدم لكم برعاية اندريوس ميديا.